السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي وريد شانل. فيديو اليوم إن شاء الله مختلف، راح أقدم لكم نوعين حلى سهلة وبسيطة ولذيذة تقدرون تسوونها في مناسباتكم عزايمكم. خلونا نبدأ. أول حلى بسوي معاكم اللي هو حلى تشيز الكاسات أو حلى الكاسات، هو حاليا طالع ترند، كل الناس قاعد تسويه أو إنها قاعد تشتريه، فعشان كذا حبيت أسوي معاكم بطريقة بسيطة. خلونا نشوف الوصفة مع بعض، جدا سهلة. بعد ما خلصت عجن كورت البسكوت كور صغيرة تناسب حجم اللي هو الكاسة الورق اللي أنا جايبتها، كاسة ورق صغيرة، بس الورق عندكم أحجام، فأنتوا مرات يكون مرة صغير مرات يكون صغير كذا على كبير. بعد كذا جبت هذا اللي هو النسم حق القدر، حق قدر الضغط، غلفته بنايلون عشان أحفر فيه. تقدرون تجيبون أي شيء عندكم ممكن تحفرون فيه، أهم شيء تغطونه بنايلون عشان ما ينعدم وعشان برضو ما يمسك في البسكوت ويتفتت عليكم. تقدرون تشترون آلات مخصصة للحفر، لكن أنا عشان يمكن ما راح أسوي هذه الحلة إلا أو مرة أو مرتين، حسيت إني ما راح أحتاج آلة واكتفيت بإني أشوف شيء موجود عندي في البيت. بعد ما نطلع من الثلاجة نبدأ نقص اللي هو الفنجان الورق، يكون تشكل معانا البسكوت، أخذ وقته ويطلع معاكم بسهولة جدا، بس أهم شي خلوه ياخذ وقته في الثلاجة عشان يطلع معاكم بسهولة ما يتعبكم، وبس كذا يكون شكله. بعد كذا راح نحط هي الخليط اللي فوق للزينات اللي تحطونها، حطوا اللي تبغون تحطون جلاكسي، تبغون تحطون زبدة فستق، زبدة لوتس زي ما أنا حطيت، اللي أنتوا تحبين يعني النكهة اللي أنتوا حابينها. بعد كذا زينوه، راح اوريكم في النهايه الشكل النهائي كيف يطلع. خلونا نشوف. كذا صار الحلى جاهز، شكله جميل وينفع الاستقبال، ينفع تروحون فيه عند ناس، مرة مرة سهل وجميل. إن شاء الله يا رب تطبقون ويعجبكم، ونروح الحين للحلى الثاني. أهم مكون عندنا في هذا الحلى اللي هو التوت، اللي هو نوع التوت هذا بالضبط راح نحتاجه عشان نسوي تشيز توت، سهل مرة ولذيذ جدا. راح أكتب لكم كل المقادير تحت في صندوق الوصف بالضبط. طبعا تجيبون التوت وتبدون تحشونه بالخليط اللي سويناه، الخليط هذا الأبيض هو نفس الخليط اللي استخدمناه في الحلى السابق، تقدرون تسوون كمية وتستخدمونها في الطريقتين، أو أنكم مثلا تسوون هذا اليوم وهذا بكرة اللي أنتوا حابينه. بعد كذا على طول تحطونه في الشوكليت، الشوكليت هذا جلاكسي ذوبته، أي شوكليت خام عندكم تذوبونه، وبالنسبة لي جلاكسي حلا جدا لذيذ ويناسب مع حموضة التوت. بعد كذا تغطون التوتة كاملة وتحطونها على ورق زبدة أو عندكم صحن، أنا حطيتها صراحة بداية صحن بعدين استوعبت إن عندي ورق زبدة فعشان كذا رجعت حطيته في ورق زبدة. أهم شيء إنكم تشيلون الشوكليت قد ما تقدرون، يعني يصير التوت بس مغطاه بالشوكليت ما فيها حوالينها شوكليت كثير. وبس هذا هو الشكل النهائي للحلى، طعمه جدا 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 لذيذ. وأتمنى يا رب أن الحلويات اللي سويتها اليوم تكون عجبتكم. طبعا لو عجبتكم لا تنسون تدعموني بلايك وتشتركون في القناة وتنشرون هذا المقطع لكل أصحابكم، وإلى اللقاء.